السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني. الفيديو ده بيوضح فيه العنوان بالظبط وانت رايحة كفر هرمز يوم التلات. زي ما انتوا شايفين العربية بتوقفني قبل السوق بفترة يعني او بشارع طويل. انا هنزل من العربية وافضل ماشية مع الناس اللي ماشية دي بنفس الطريق ده، هيقابلك بقى طول ما انت ماشية على الصفين، ناس بتبيع بلاستيك، ناس بتبيع ملابس، في دوت بيبيع حاجات بسكويت ونسكافيه وباتيه. الباتيه ده 4 بـ10، التاريخ مكتوب عليه، وفي واحد تاني اهو بس ده بقى ايه ملبس الكيس ده بـ10 جنيه، ملبس جميل قوي بصراحة، حلو خدت منه. وعنده كوفي ميكس وعنده حاجات كتير قوي، شوكولاتات وعنده مربى وجبنة وعنده صابون وعصير وعنده تونة. جينا هنا بقى واحنا ماشيين برضو في الطريق، يعني انا حبيت اوريهولكوا، اندرات بـ5 جنيه، طبعا دي بالة يعني مستخدمة، وبرهات بـ5 جنيه. البرو الواحد بس بـ5 جنيه، بصراحة في كام واحد حلوين بس يلا خدت منهم برضو ما سبتوش. المهم واحنا ماشيين لقينا دوت بقى بـ75 جنيه، قمر، ده قمر، ده قمر بجد جميل جدا بـ75 جنيه. عنده حاجات بـ75، وده برضو بـ75، ترنج كامل، ده سويتشيرت بس مبطن من جوه تحفة، بصوا كله فرو بـ75 جنيه. برضو في منه اللون الجراي والاخضر جميل، ده بـ95 جنيه. بناتي تلبسه على ليجن ببوت وبروفال كده لانه هو قط، وبرضو متدفي كده بفرو من جوه. برضو احنا قابلنا كده واحنا ماشيين، برضو احنا في طريقنا، عبايات بـ160 وعبايات بـ100 جنيه. القمر ده قال لي بكام؟ قال لي بـ110. الترنج ده قال لي بـ110. هنا مامتي كانت عاوزة فويل، جبت لها فويل، بصوا مشيت ورجعت تاني افتكرت عشان مكلماني على فويل البوتاجاز، جبت لها كان فيه بـ7 وبـ8 وبـ10 لغاية 15، التيل خالص بـ15. دي هنا اللفة المتر فيها بـ7.5. فضلنا برضو ماشيين اهو على الصفين، هيقابلنا ناس بيبيعوا قماش في شارع بقى هيقابلك اهو يمين، بس قبل الشارع قابلنا بتوع مؤسسة الايه الازهر بتوع المطرية، سلمت عليهم ورحت داخلة الشارع يمين. دي بـ55 جنيه القمر، دي بتاعت مواليد في الشتاء تبقى جميلة قوي للبيبي بـ55 جنيه. وهنا برضو ترنجات اطفال، ده برضو سألته لقيته قال لي بـ110 زي اللي قدام. وعندك شباشب، عندك بصوا قمصان متعلقة، حاجات بتاعت شاور، كلاسين، سويتشيرت، ترنجات، شنط. قابلني هنا شنطة فسألته على شنطة كده لفتت نظري، كان حد لابسها، قلت له بكام دي؟ قال لي بـ65 جنيه، يعني دي بـ65 جنيه. معرفش بقى بقية الأسعار اللي عنده ايه. وده بتاع علاقات بتاع ستاير، كل ده لسه ما وصلناش للمكان اللي أنا عايزة أروح. أنا كنت عايزة أروح الحتة اللي فيها باكيات اللي هي السوق التجاري. كل ده انا بقول لكم ان انا ماشيه في الطريق ده كله لغايه اما اوصل لغايه السوق التجاري. نفضل ماشيين، بصوا الراجل ده بيبيع لبس بلا برضو، الحته بـ20 جنيه. وهنا واحد بتاع ستاير جنبه، وده اي قطعه بـ65 جنيه، لانجري، ترنجات. طول ما انت ماشيه بقى بتلاقي الحاجات دي طول ما انت ماشيه. السوق ما شاء الله مليان، السوق ده كبير جدا جدا عن اللي عندي هنا في الجيزة. يعني اللي عندي انا عند بنك ناصر الاجتماعي صورت عنده كام فيديو ونزلتهولكوا، ده اكبر منه بما تتخيلوا، كبير جدا. بصوا التوكاجي قابلتني برضو سألت عليها قال لي بـ20 جنيه. طبعا قابلني بوكسرات، جبت لابني الواحد بـ15 جنيه، جبت 4. بصوا مخلل يفتح النفس، مش قادره اقول لكم وانا ماشيه عماله ابص له ازاي. هيقابلك بقى هنا دفايات، خلاص احنا قربنا كده نخش على الباكيات الحديد وقربنا نخش على السوق التجاري. بصوا كده اهو في الحته بقى دي بالظبط على ايدك الشمال هتلاقي الشيخ مصطفى، اهو الشيخ مصطفى بقول له صباح الخير وكان قاعد. وعلى يمينك في ناس بتاعت اندرات، الاندر بـ10 جنيه، في كذا واحد كده حلوين برضو. والاخ ده بيبيع التيشيرت ده جديد مش باله بـ35 جنيه.
نمشي الحته الواسعه دي، ده كده اول الشارع اللي فيه البكيات، السوق التجاري. هتلاقي الاستاذ اللي بيبيع فازات وحاجات كده للبيت، وعم الحاج اللي بيبيع سوست، ده السوق التجاري اهو شايفينه. تحت البكيات بصوا كميه السوست اللي عند الراجل، كميه سوست وجبرات وخيوط واساتك، كل حاجه هتلاقيها في السوق ده.